ذلك كان المسلمون يعيشون حالة رعب كبيرة جدا وخوف، وخاصة عندما سرى أن المشركين قد استأذنوا أو استطاعوا أن يقنعوا بني قريظة بالدخول إلى المدينة، وصدرت وبلغت ذلك الأنباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل عددا من الصحابة منهم الزبير إلى بني قريظة ليتحققوا، وقال لهم: إن وجدتم التي نحب وهي عدم نقض العهد فكبروا، وإن وجدتم التي نكره فأمرهم بالسكوت. فذهبوا إلى بني قريظة فوجدهم يعدون العدة ويهيئون الحصون، وأغلظوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت، كبر عليه الصلاة والسلام، لأن الله وعده بالنصر. وهنا قضية مهمة يثيرها أعداء الإسلام، يقولون إن بني قريظة كان مجرد نوايا، فهل يحاكم على النوايا أم ظهرت منهم الخيانة العملية؟ الحقيقة الخيانة العملية هنا ظهرت في أطم فارع، عندما أرسلوا من يعتدي على نساء المسلمين ليشتتوا صفوف الصحابة رضوان الله عليهم ويسحبوا عددا من المقاتلين. فلما وصلوا إلى أطم فارع قامت النساء فرفعت السيوف من أعلى الحصن، فجاء الصحابة فردوهم، ومرة ثانية حاولوا، عادوا مرة أخرى، فخرجت صفية وألقت على أحدهم عمودا فقتل. فمعنى ذلك صار هناك دليل عملي يثبت نقضهم للعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا عليه الصلاة والسلام في هذه المنطقة التي نعلم عين المكان الذي ذكرته لكم، مركز القيادة، جلوس النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن عبد العزيز بنى مسجدا وثق فيه مكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين بين الظهر والعصر فأجلت الإجابة، دعا الله يوم الثلاثاء بين الظهر والعصر فأجلت الإجابة، دعا الله يوم الأربعاء بين الظهر والعصر في هذا المكان فاستجاب الله له. وهاتان الروايتان أو الروايات التفصيلية لهذا الحديث في البخاري ومسند الإمام أحمد مطولة، رواه الإمام أحمد مطولا ومختصرا في البخاري، وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم الخميس هبت الريح فنصر الله رسوله بالريح، وكانت الريح تصدر أصواتا كأنما الصحابة خرجوا من الخندق، فظن المشركون أن المسلمين قد هاجموهم وخرجوا من الخندق، فأمرهم أبو سفيان أن ينكفئوا ويعود كل منهم إلى بلده. وطبعا قد يقول قائل: لماذا تأخر دخولهم إلى منطقة بني قريظة؟ وهنا قضية مهمة، قضية نعيم بن مسعود الغطفاني، وهو من قبيلة غطفان، كان له دور كبير في تفريق صفوفهم وفي تشتيت جمعهم بالرواية الشهيرة التي تعرفونها: فترددوا في الدخول إليهم، وحصل في الأيام الثلاثة الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم فهبت الريح، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم يتابع الحدث هنا إلى قبيل الغروب. ولذلك الرواية الشهيرة: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا، ونزل صلى الله عليه وسلم من سلع، هذا جبل سلع، إلى بطحان فتوضأ وكان يسيل ماء،
وهذا وادي بطحان، ولعلنا وقفنا عنده طويلا، وكنا قبل أن ندرس معالم السيرة كنا نظن بطحان واد بعيد، ولكن ها هو على سفح جبل سلع يبين قرب هذا المكان. فعندما تقرأ في الرواية البخاري شغلونا عن الصلاة الوسطى ونزل إلى بطحان فتوضأ منه، تعلم قرب المكان وتعلم الرواية بشكل جيد. فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها وقال: إن الملائكة لم تضع أسلحتها، ومعنى لم تضع أسلحتها أي على أهبة الاستعداد وتبقى في عون المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وهنا نقطة مهمة تدلنا أيضا على قضية فهم الصحابة لهذا الحديث، فمن كان قريبا منه لحق بالمكان وصلى العصر هناك. وقال: قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسرع الخطى، ومن كان بعيدا مثل بني سلمة الذين يبعدون 15 كيلومتر تقريبا، قالوا: أراد النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الأمر حقيقته، فلن نصلي العصر حتى نصل بني قريظة، وفاتتهم الصلاة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين، أجاز ذلك للفريقين صلى الله عليه وسلم. نحن الآن وصلنا إلى منطقة بني قريظة، ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة بني قريظة وحاصرهم. لماذا لم يقتحمهم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه لا يريد قتالا، لا يريد عليه الصلاة والسلام قتالا في هذه المنطقة، وإنما يريد أن يحاكمهم على خيانتهم. وانتظر حتى جاء حليفهم قبل الإسلام، هم كانوا حلفاء الأوس، فانتظر حتى يأتي الحليف وهو سعد بن معاذ، كانوا حلفاء سعد رضي الله عنه، فانتظر حتى يأتي سعد رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: قوموا لسيدكم. فقاموا وبدأ سعد يأخذ الموافقات من الطرفين، فأخذ موافقة بني قريظة على الحكم، والتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بأدب وأخذ موافقته وبدأ بمحاكمتهم. وهنا قضية مهمة ذكرناها في صحيفة المدينة، أن كل الاتفاقيات التي جرت مع قبائل يهود جرت بالتحاكم إلى شريعتهم وليس إلى شريعتنا، ولذلك هو هنا يحاكمهم بموجب شريعتهم وليس بموجب شريعتنا، فحاكمهم بموجب شريعتهم وحكم فيهم بشريعتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم فيهم لأن ترك الأمر لحلفائهم. فصار هنا قضية لها شقين: أن الذي حاكمهم من كان متحالفا معهم، وأن الحكم كان بموجب شريعتهم وليس بموجب شريعتنا. وطبعا قضية بني قريظة قضية مشهورة جدا، ولكن الذي حصل فيه خلاف كبير هو عدد من قتل في بني قريظة، وهذه القضية اضطربت فيها الروايات اضطرابا كبيرا، وصلت بالآلاف إلى عدد 17، من الآلاف إلى 17. فما حقيقة الأمر؟ سنفصل هذا الموضوع بشكل سريع، ولكن أضع بين يديكم هنا المادة العلمية كاملة، فيها أكثر من فيها مجلدين أو ملفين، وأحد الملفين فيه أكثر من 70 صفحة تقريبا، يفند الأدلة لنصل فيها إلى أن الذين قتلوا هم عدد قليل وليس كما يقال بالآلاف. وسأمشي بالموضوع هنا على وجه التفصيل، فنأتي هنا إلى الأدلة التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. كما قلنا نحن نجمع المادة العلمية من 6 محاور، من أولها كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكر المولى سبحانه وتعالى ما حصل في بني
قريظة بقوله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أي الذين أيدوهم من صياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. معنى ذلك أن الذين قتلوا لم يكن كل بنو قريظة، وإنما قتل منهم عدد قليل، وأن المولى سبحانه وتعالى ذكر لنا إذ جاءوكم من فوقكم، أي هم فئة، وأسفل منكم قريظة ومن يتبعهم، وذكرنا هنا الأحداث كما وردت في كتب السيرة على وجه التفصيل بشكل كامل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم فحاصرهم، وقلنا أن العلاقة التي تربطهم مع بني قريظة هي ما ورد في صحيفة المدينة وفق شريعتهم، وذكرنا هذا بالتفصيل عندما تحدثنا عن صحيفة المدينة وبشكل كامل، وبينا ذلك الأمر بشكل دقيق. ما هي الروايات الحديثية؟ نحن أمام ثلاث روايات كلها في البخاري. الرواية الأولى هنا رواية التي رواها لنا، طبعاً هنا قضية العدل مع اليهود هذه مررنا عليها كثيراً فلذلك نمر عليها بسرعة. الروايات التي وردت، نحن أمام ثلاث روايات: رواية أبو سعيد الخدري، ورواية عائشة رضي الله عنها، ورواية ابن عمر. رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بيّنت أن سعد حكم أن تقتل المقاتلة، ونفس الشيء رواية أبو سعيد الخدري فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم، أن تقتل المقاتلة. نركز على كلمة المقاتلة، من هم المقاتلة؟ وحديث ابن عمر فقتل الرجال. طبعا هناك فارق كبير بين الروايتين، والأصح هو ما رواه الأكثر جمعا وعددا، وهي رواية أم المؤمنين عائشة ورواية أبو سعيد الخدري. وابن عمر يروي بالمعنى لأنه لم يحضر أصلا بني قريظة، ابن عمر لم يحضر هذه الغزوة ولم يكن فيها، فقدمت رواية أبي سعيد الخدري ورواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. من هم المقاتلة؟ عندما نأتي إلى هذا اللفظ نجد أنه ورد في بني المصطلق فقتل مقاتلتهم، ونجد أنه ورد في خيبر فقتل مقاتلتهم، وورد في بني قريظة، ولكن في بني المصطلق واضح العدد وفي خيبر واضح العدد، ولكن في بني قريظة اضطربت الرواية اضطرابا كبيرا. في بني المصطلق كان عدد الذين قتلوا 2 هم المقاتلة، وفي خيبر كان عدد الذين قتلوا 96 هم المقاتلة. فتبين أن كلمة المقاتلة هي طبقة من الجند تحتل هذا الرتبة، هذه الرتبة، مثل لما نقول نحن في الجيوش النظامية عندنا رتبة فريق، وعندنا رتبة لواء، ورتبة عقيد، ورتبة وهكذا، فهي رتبة، وليس المقصود فيها عموم اللفظ لمن قاتل. وطبعا هذا الأمر له أدلة أخرى سنأتي إلى سياقها لتبين لنا هذا الأمر بشكل دقيق. كم عدد الذين قتلوا هنا؟ أنا ذكرت الروايات التي وردت، وقلت هنا بروايات الحديث يوجد لدينا رواية 400، يوجد رواية 600، 700، 800، 900، رواية 750، رواية 700، رواية كل بالغ، كل الرجال. وطبعا البعض يقول أنهم كانوا في ذلك الزمان لا يعتنون بالأعداد، وهذا غير صحيح أبدا، على العكس، كنا نجد الحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على معرفة العدد بأمور كثيرة. ولا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأول إحصاء سكاني عند وصوله المدينة، وقال اكتبوا لنا من ينطق بالإسلام، وأحصاهم فوجدهم 1500. معنى ذلك كان حريص على الأعداد عليه الصلاة والسلام، أيضا في بدر كان حريص على الأعداد، في أحد حريص على الأعداد، وقلنا أنهم كانوا يعرفون أعداد الخيول والدروع وغير ذلك، فهذا غير صحيح أنهم ما كانوا يعرفون الأعداد. طيب، ما هي الأدلة على القرائن على أن عددهم كان لم يكن كبيرا؟
ساقهم النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة إلى منطقة التي سينفذ فيها الحكم. لو كان عددهم كبيرا لنفذ الحكم بعيدا عن المدينة أو لأخذهم إلى الخندق، الخندق محفور. فهنا أخذهم إلى وسط المدينة مما يدل على أن أعدادهم لم تكن كبيرة، وإلا أين سيسكنهم؟ وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسكنهم في دارين من دور المدينة، أسكنهم في دار امرأة تسمى رملة ابنة الحارث، وفي دار أسامة، دارين. ودور المدينة ليست دورا كبيرا، وخاصة هاتين الدارين. ودار رملة نعرف تفاصيلها بشكل دقيق. لماذا نعرف تفاصيلها؟ لأن هذه المرأة هي مسؤولة الضيافة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقرؤون في كتب السيرة وفي كتب الحديث: وأنزل الأضياف في دار رملة أو في دار ابنة الحارث. فهي مسؤولة التشريفات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسؤولة الضيافة الملكية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودار رملة لما درسنا من نزل فيها وجدنا أن الروايات ذكرت 5 وفود، أكبر وفد نزل فيها عددهم 19، وفد نزل عددهم 19 نزلوا في دار رملة. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفد كبير، وفد ثقيف، أنزلهم في دار أخرى، دار الأضياف، تلك عددها كبير، بينزلوا فيها فوق 100. ولما جاء وفد عددهم 200 ضرب لهم خيمة عليه الصلاة والسلام. فإذا دار رملة أقصى عدد نزل فيها حوالي 19، الذين نزل في دارها 7، ونزل في دارها 13، ونزل عدة وفود، 5 وفود درسناها ومذكور هنا، ذكرنا لكم بالتفصيل هنا من نزل في دارها، الذين نزلوا هنا، وذكرنا هنا دار رملة. لاحظوا هنا وفد 19 رجل، وفد 13، وفد 7، وفد 4، ووفد 3. لكن لما جاء وفد النخع 200 أنزلهم في دار الضيفان، ولما جاء وفد عددهم أكبر من ذلك ضرب لهم عليه الصلاة والسلام قبة. أين دار رملة؟ دار رملة تقع قرب حديقة الرومية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا مكانها في هذه المنطقة. وآمل أن تركزوا على هذا المكان، لأننا من خلاله سنحسب المسافة بين دار رملة والمكان الذي نفذ فيه الحكم. وكانوا لا يقتلون واحدا أمام آخر، بل كانوا يسوقونهم واحدا واحدا كما ورد في رواية أخرى. وهذا أمر مهم لمعرفة الزمن، وخاصة زمن تنفيذ الحكم وما يتعلق به. ودار رملة نعرف مكانها على وجه الدقة لأنها قريبة من حديقة الرومية. أين مكان القتل ومكان الدفن؟ مكان الدفن لو كان المكان، لو كان القتل بالمئات لأخذهم إلى مكان الخندق، وما حرص على وضعهم في وسط المدينة. لكن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدئ النفوس التي زلزلت، والقلوب التي زلزلت، والرعب الذي دخل في القلوب وانتشر في المدينة كما يصف المولى سبحانه وتعالى: وتظنون بالله الظنونا. أراد أن يحقق هدف إعلامي، فأمر بقتلهم في وسط المدينة في السوق عليه الصلاة والسلام. فسيقوا إلى السوق هنا لينفذ فيهم الحكم. ومكان السوق، مكان الذي نفذ فيه الحكم كما ورد في الرواية: أمر بأخدود ما بين دار أبي جهم إلى أحجار الزيت. إخواني، هذه معالم دقيقة جدا ينبني عليها معرفة طول الأخدود بشكل دقيق. إذا بداية الأخدود دار أبي جهم، ونهايتها أحجار الزيت. حد سوق المدينة عند مشهد مالك ابن سنان. الثلاث معالم نعرفها على وجه الدقة. مشهد مالك ابن سنان، من هذا مالك ابن سنان؟ مالك ابن سنان استشهد بأحد، فحمله أهله ليدفن في البقيع،
فلما وصلوا هنا قلب السوق بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشهداء في مكانهم، فوقفوا في وسط السوق وهنا دفنوا، وقبره بقي معروفا حتى عام 1415 هجرية، ورأينا قبره مرات ومرات، وكان حوله سياج ومحدد بالجي بي اس. يعني إلى الآن أنت تكتب في الإنترنت قبر مالك بن سنان يخرج لك الموقع بالضبط. فإذا ساقه الله إلى هذا الأمر لحكمة، لنعلم ما يتعلق بحدود موضع الأخدود. طيب أين البداية؟ البداية عند دار أبي جهم العدوي. طيب دار أبو جهم العدوي أين مكانها هنا؟ سنرجع إلى روايات الحديث، فوقفنا على رواية عجيبة في الموطأ. هذه الرواية تقول: كنا نسمع قراءة عمر رضي الله عنه عند دار أبي جهم. يعني عمر رضي الله عنه لما يصلي كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نسمع صوته. طيب وين مكان الدار؟ رجعنا إلى الروايات فوجدنا رواية عجيبة تحدد لنا بعد الدار. هنا يقول أنه سمع قراءة عمر في الصبح إلى أن قال: فكان بينهما نحو من 700 ذراع. بين دار أبي جهم ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 700 ذراع، يعني كم تقريبا؟ حوالي 300 متر، تقريبا 350 متر. فإذا الآن نحن أمام معالم دقيقة جدا. قبر مالك بن سنان محدد وهو نهاية الطرف، بداية الأخدود عند دار أبي جهم. كم تبعد دار أبو جهم عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تبعد حوالي 300-350 متر. المسافة كلها هنا، هذه صورة جوية حقيقية، لا تصل إلى 400 متر تقريبا من مسجد رسول، من هنا من باب السلام إلى نهاية الساحات، لا تصل إلى 400-420 متر على وجه الدقة. معنى ذلك أننا هنا أمام منطقة أخدود لا يمكن أن يكون لمئات. يعني لو كان القتلى مئات لاحتاج إلى مساحة كبيرة يوضع فيها، ولحفر لهم مكان أو وضعوا في الخندق، لكن هنا دل على أن المكان لم يكن كبيرا، فنعرف بدايته ونعرف نهايته بشكل دقيق، ونعرف مكان أحجار الزيت. ومع ذلك البعض يقول نريد أدلة أخرى، فسنأتي إلى دليل آخر وهو من نفذ الحكم وعدد من نفذ الحكم والمدة التي احتاجوا فيها إلى تنفيذ الحكم. وهل حضر الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم؟ هل حاكمهم عليه الصلاة والسلام؟ هل قتلوا جميعا في مكان واحد؟ وطبعا هذه كلها لها أدلة. حضر صلى الله عليه وسلم تنفيذ الحكم لكبارهم وحاورهم وحاكمهم عليه الصلاة والسلام، وكلهم لم يطلبوا بل أصروا، ولم يطلبوا عفوا من رسول الله، ولم يعتذروا بل أصروا على موقفهم كما سيأتي في الروايات التي سنوردها الآن. لكن هناك دليل مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نفذ الحكم لم ينفذه في مكان واحد، وإنما وزع 8 منهم على 4 أماكن، وهي أماكن الأوس. هنا وزع 2 في بني حارثة، و2 في بني عبد الأشهل، و2 في بني ظفر، و2 في بني عمرو بن عوف. لماذا الأوس؟ حلفائهم. لماذا حلفائهم؟ لأن بعض الأوس كرهوا هذا الحكم وظنوه انتهاكا لهم، فقال سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: يا رسول الله أرغم أنف من كره ذلك، وشاء من شاء وأبى من أبى، فأرسل 2 لتنفيذ الحكم. لو كان عدد القتلى بالمئات كم كان أرسل؟ كان أرسل هنا 100 على الأقل يخففوا،
لكن نعرف أسماء من قتلوا هنا ومن قتلهم، من قتل ومن قتلهم، كل واحد نعرف من قتل ومن قتلهم على وجه الدقة، مما يدل على أن الأمر لم يكن بهذه الكثرة، وإلا كان أرسل مجموعة كبيرة منهم إلى هنا. ومع ذلك هذا أيضا ليس دليل، سنأتي إلى دليل آخر يبين من نفذ الحكم والوقت الذي نفذ فيه الحكم. الذي تولى تنفيذ الحكم في هذه المنطقة هم اثنان فقط من الصحابة، وهم كما ورد في الروايات علي والزبير رضي الله عنهما. وما الوقت الذي نفذوا فيه؟ يعني الآن لو أنت عندك عدد من القتلى تريد تنفيذ الحكم فيهم بعد حكم محكمة، كم تحتاج إلى الوقت؟ فهنا سنجد أن الوقت الذي تم فيه التنفيذ هو بيوم واحد، ما بعد العصر إلى المغرب، اثنين فقط مع المحاكمات. وإذا علمتم أن ذي القعدة كانت، أن بني قريظة كانت في شهر أبريل من عام 627 ميلادية، وحسبنا في هذا البرج متى يؤذن العصر في المدينة ومتى يؤذن المغرب، وجدنا يؤذن العصر تقريبا الساعة الرابعة إلا ست دقائق، والمغرب يؤذن 46 دقيقة تقريبا، أي تقريبا ساعتين ونصف هي المدة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن لا يقتلوا في وقت الحر، ولا تجمع عليهم حرين، حر السيف وحر القتل، فحر السيف وحر الشمس، فأمر أن يقتلوا بين العصر والمغرب. فلو حسبت اثنين بهذا الوقت كم يستطيع تنفيذ الحكم؟ ومع العلم أنه يوجد جلسات محاكمة، كما هنا وضعنا حوار مع حيي بن أخطاب، حوار مع نباش بن قيس، حوار مع غزال بن سموأل، حوار مع كعب بن أسد، كلهم حاورهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصروا على مواقفهم وأصروا على حربه عليه الصلاة والسلام، ولم يطلبوا منه عفوا عليه الصلاة والسلام. فإذا لو حسبنا الوقت الذي يحتاجه أن يساقوا من بيت رملة ومن بيت أسامة إلى هنا، لأنه ما كان يساق أحدهم أمام الآخر، بدليل أنه أن أحدهم سأل ماذا يفعل بهم، فقال لم نجد أحمق منكم طيلة الدهر، ألا تعلمون ما يفعل بهم؟ يعني اللي عم يذهب ما عم يرجع، إلى الآن ما تعرف ماذا يفعل بهم. فدليل أنه ما كان يرى أحدهم الآخر، وهذا من رحمة الله ومن فعل المسلمين أنهم ما كانوا يفعلون هذه الأمور. فالمدة التي يساق فيها من دار رملة إلى مكان التنفيذ تأخذ وقت، والمحاكمة تأخذ وقت، وفعل الاثنين مما يدل على أنه استحالة أن يكون العدد بالمئات في تنفيذ الأحكام. هل عفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل صدر عفو؟ نعم صدر عفو عن أحدهم، كما ورد في الرواية الشهيرة أن أحدا منهم كان له يد على أحد الأنصار، وكان رجلا كبيرا، فأراد أن يكافئه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه العفو، فجاء يبشره، فقال وما أفعل؟ أريد مالي أيضا. فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ماله، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودي، فلما أخبره بذلك، وهنا أيضا دليل على أن الذين قتلوا لم يكونوا كثرة، صار يسأله ما فعل بفلان؟ قال قتل. ما فعل بفلان؟ قال قتل. فذكر له 17 اسما أوردتهم الرواية على وجه التفصيل. لو أن الذين قتلوا من بني قريظة كلهم أو بالمئات، هل كان يذكر لهم أسماء؟ يعني لو أنت تعرف أنه كارثة حلت بأناس وأبيدوا جميعا، ما تجلس تسأل بالتفاصيل فتعلم؟ أي طبعا. فقال ما فعل فلان؟ قال قتل. ما فعل فلان؟ قال قتل. ما فعل فلان؟ ذكر 17 اسم، فقال لا خير في الحياة بعده، وأمر به أن يقدم، فتقدم وضربت عنقه.
فإذا هذا من الأدلة، فصدر عفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحوار حتى مع حيي بن أخطب لما حاوره النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم في حواره ذلك أن يحاوره، ولكنه أصر على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قبل ذلك. ونبقى هنا، ما العدد الذي قتل؟ كل هذه الأدلة تنفي المئات، لا يمكن أن يكونوا مئات. ولو كنا أمة تؤمن بالتوثيق بالحفريات لاعتبرنا هذا الدليل الذي سأسوقه الآن أقوى دليل، لكننا لا نؤمن بها للأسف في حياتنا. هذه المنطقة التي أشير إليها إخواني، وآمل أن تنظروا إليها بشكل دقيق، هذه المنطقة لاحظتم هذه المنطقة على مساحتها الكبيرة ما عدا هذا الجزء، باقي المنطقة كلها حفرت إلى عمق 70 متر، وحمل ترابها وأخرج خارج المدينة كلها. متى؟ عام 1415. ونحن كمركز أبحاث سألنا المهندسين الذين أشرفوا على هذا العمل، هل صادفتم أو وجدتم بقايا آثار بشرية بشكل لافت للنظر في هذه المنطقة الآن؟ لأنه أنت لو عندك مئات ستجد، هذه لا تفنى ولا عمرها آلاف السنين. قالوا كان الأمر في حدود المعتاد، يعني ما في شيء لافت للنظر في هذه المنطقة، وخاصة في هذه المنطقة، هذه كلها حفرت وحمل التراب وأخرج، وبنيت 4 أدوار على مساحة الحرم، منشآت تحت الحرم، دورين للخدمات ودورين مواقف سيارات، والأعمدة التي حفرت إلى عمق 70 متر، وصب الإسمنت والحديد، وتم تشييد الحرم مع ساحاته. فهذه المنطقة بكاملها حفرت ليبنى الحرم، فلم نجد دليلا ماديا مع الأدلة التي قمت بعرضها التي تنفي أعداد المئات. فإذا كم العدد؟ هنا رجعنا لدراسة الأسانيد، فوجدنا رواية ابن زنجويه، وهي رواية رواها البيهقي وابن زنجويه، أن عددهم 40 فقط كما ذكر هنا في الرواية، وأنها تتفق مع الأدلة التي قمنا بسوقها في السياقات كلها. وأيضا مما يرجح رواية ابن زنجويه ما ورد في الرواية التي عدت فيها أسماء الذين قتلوا، وهم 17 هذه الأسماء التي ذكرناها. ولذلك نحن كفريق علمي رجحنا أن العدد ليس بالمئات، يعني آمل أن تضعوا خط تحت هذه القضية، وأن عددهم كان قليلا يتناسب مع الأدلة التي تم سوقها في كل الدراسة التي قمنا بإعدادها. وعلى كل، أنا أسرعت هنا فقط من أجل احترام وقت الدكتور، عنده رغبة يمشي يعني التزم، لكن فقط من باب أن يتم عرض هذا الموضوع بالتفصيل. وآمل أن تستفيدوا من المادة العلمية، موجود ملفين، آمل أن تنتبه هنا، قتل بني قريظة دراسة، وملحق قتل بني قريظة الخرائط التي توضح لنا جوانب هذا الموضوع على وجه التفصيل. تفضل. طبعا أسهل، نعم نعم نعم، أسهل طريقة هي أن نطلب من الخصم أن يثبت لنا الجوانب الأخرى. لا 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 لا، يعني أقصد الذي يأتي فيقول مئات، أقول له مئات كم يحتاج لي نفس الحكم؟ خليه يحسب لي. لو عندك 100 خروف كم بدك حتى تذبحهم؟ بدك وقت هائل. لو عندك مئات أين ستدفنهم؟ أين الأدلة المادية؟ أنا أطالب، ما نبقى نحن من دافع، خليني أنا أطلب منه. تمام، لا، نحن الأدلة هي معظم إسرائيليات على فكرة، يعني التي وردت في روايات دقيقة. وهنا اللفتة،
صحيح في صحيح يعني. وهذه طبعا قضية نحن حرصنا كثيرا على التعاون مع باحثين في قلب فلسطين، فلم نقف على شيء، لم نقف على شيء. وعلى كل هي مقاربة تبين لنا هذا الموضوع وفق أدلة معينة وتنفي الشبهة أن الذين قتلوا، وقلت الأصل في هذا الموضوع كتاب الله، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، مع ذكر الأدلة المادية التي يجب أن نبرزها، خاصة مساحة الخندق، مكان الأخدود اللي حفر، ما وقته، وقت التنفيذ، ومن نفذ الحكم، وكل هذه التفاصيل. ومن رحمة الله أن كل شيء واضح في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. نترك مجال للأسئلة في هذا الموضوع قبل أن ننتقل إلى الموضوع الآخر. الآن إن شاء الله. إيه تمام إن شاء الله. خير. تفضلوا. الخندق، نعم صح، مش قتل بني قريظة، نعم صحيح، تمام ممتاز جدا. هذا سؤال أيضا جميل جدا، وله بحثين عندنا. هل السبع مساجد أو ما يعرف في المدينة بالمساجد السبعة علاقة بغزوة الأحزاب أم ليس لها علاقة؟ طبعا أماكن نحن نبدأ الموضوع بذكر أنه الثابت لدينا واليقين ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجد الفتح، هذا ما في خلاف، وهو مسجد عمري يوثق مكان جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي قصة المساجد الستة الأخرى؟ المساجد الستة الأخرى هي أماكن جلوس الصحابة رضوان الله عليهم، أو هي أماكن جلوس الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه وجدت أو بنيت في عهد الدولة العثمانية كاجتهاد منهم لتجمع أماكن الصحابة، ولم نجد لها ذكرا قبل القرن العاشر. يعني قبل القرن العاشر ما في عندنا ذكر لشيء اسمه المساجد السبعة، هي ذكرت بعد القرن العاشر، وإلا قبل ذلك فقط نعلم مسجد الفتح الذي يوثق مكان جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي اجتهاد منهم لبيان الأماكن التي تجمع فيها الصحابة، لكن وقعوا في خطأ فظيع فذكروا هنا مسجداً سموه مسجد فاطمة رضي الله عنها، وهذا خطأ لأن النساء لم يكن حاضرات في فترة غزوة الأحزاب، وخاصة لو كنا حاضرات لما وضعنا هنا في مقدمة وفي أول الخندق، وإنما كنا في أطمين من آطام المدينة وضعهم فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في كتب السير وكما ورد في كتب الحديث. وهذا طبعا في عندنا بحثين كاملين عن هذا الموضوع، بإمكانك الرجوع إليهما إن شاء الله، توثق وتدرس الموضوع بشكل تفصيلي. إذا في أسئلة نعم الآن إن شاء الله نأتي، بس خلينا نغطي هذا الموضوع وأبشر. تفضل. تمام، السؤال رائع. طبعا الآطام إلى الآن في عندنا آطام، على فكرة إلى اليوم في آطام، يعني في المدينة الذي يتعقب المعالم يجد فيها آثار حقيقية كثيرة جدا، فإلى الآن يوجد آطام، وهي تختلف باختلاف القبائل. يعني مثل الآن لو تسأل واحد مثلا كم مساحة غرفة فندق، تقول هذا سؤال ما واضح، لأنه في فنادق غرف صغيرة وفي وسطى وفي كبرى، فكل قبيلة كان لها أطم يناسب أعدادها. فالأطم عبارة عن قلعة صغيرة، كل قبيلة كانت تحاول أن تبني أطما يكفي أهلها، وفي إلى الآن أطم في منطقة هنا في هذه المنطقة، هنا أطم بني واقف ما زال موجود إلى الآن. الحقيقة يعني
مساحته تقريبا الطول حوالي أكثر من 100 متر، والعرض تقريبا يعني 70 متر 60 متر تقريبا. قطن بني واقف، وما زال هذا القطن موجود إلى الآن، إلى الآن موجود جنوب غرب جنوب شرق مسجد قباء، جنوب شرق مسجد قباء في منطقة واضحة إلى الآن. هنا في هذه المنطقة قطن بني واقف، هذه هي، يعني آمل أن تكون واضحة عليكم. ففي آطام إلى الآن موجودة، نعم، لكن ليس شرطا أن تكون كلها بمساحة واحدة. نعم. في سؤال آخر قبل أن ننتقل إلى الحجرات إن شاء الله؟ إذا ما في سؤال ننتقل إلى موضوع الحجرات. سأبدأ بحجرة أم المؤمنين عائشة. أول شيء نبدأ بوصف الحجرات جميعا، ونبين كلفتة أن حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نموذجا من نماذج الزهد، ولذلك سعيد بن المسيب كان يقول: وددت لو تركوا حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي القادم من الآفاق فيرى زهده. وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرته عليه الصلاة والسلام، لو أراد أن يبني قصرا من ذهب لبناه، ولكن اختار أن يكون عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام الإنسان في حياته ينتقل دائما من الضيق إلى السعة. طبيعة حياة الإنسان أنه ينتقل من الضيق إلى السعة، ولكن في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه انتقل من السعة إلى الضيق صلى الله عليه وسلم. فبيت خديجة رضي الله عنها كان حسب الحفريات التي وقف عليها الباحثون، الدكتور سامي عنقاوي والفريق العلمي، وهذه لها صور كاملة عندنا، دار خديجة رضي الله عنها لما حفروا الساحات قرب المروة عثروا على آثار دار خديجة، ووضعنا لكم هنا في هذا الملف تجدون منزل السيدة خديجة، دراسة كاملة عنها وصور، ووثقت بالحفريات الكاملة التي توثق دارها، وهي دار واسعة. فالإنسان لما ينتقل ينتقل من الأصغر إلى الأكبر، لكن أن يكون بيته كبيرا فيأتي فينتقل إلى دار أصغر مما يدل على زهده عليه الصلاة والسلام. هذا هنا دراسة تبين حجرة عائشة رضي الله عنها. وكانت الحجرة تنقسم إلى قسمين: دار وفناء. الدار وهي مبنية من الحجارة واللبن، وهي من جنس بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفناء كان هنا، الفناء هذا من مسوح الشعر وسعف النخيل، فكانوا يستخدمونه للتهوية وللاستراحة وللطبخ إن كان هناك طبخ، وكانوا يرشون عليه قليلا من الماء فيصبح الجو باردا، وخاصة في فصل الصيف. فوردت روايات كثيرة جدا في هذا الأمر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت مقسومة إلى قسمين: دار وفناء. وهذه الدار لها 3 أبواب: باب من الغرفة إلى الفناء، وباب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار فاطمة وعلي هنا، ودار إلى المسجد، باب إلى المسجد. وطبعا الأبواب مرت بمرحلتين، كان في مرحلة من ستائر من قماش، ومرحلة أصبح فيما بعد أبواب.
وهذه مرحلة الستائر وردت في كتاب الله: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. هذه مرحلة الستائر من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. هذه كان الأوقات 3، لا يجوز لأحد أن يدخل إلى أحد إلا مستأذنا. فلما اتخذت البيوت صار لا يجوز أن يدخل في كل الوقت إلا أن يستأذن. وهذه مرحلة بقيت مرحلة الستائر حتى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بن جحش رضي الله عنها الستائر، وبعدها اتخذت الأبواب في بيوت المدينة. فنحن أمام تطور مجتمع مدني، تدرس التفاصيل كثيرة جدا، لا نحكم على الموضوع من حقبة واحدة، يعني عندك مراحل تتطور. وأيضا هنا قضية أخرى، أنه لم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيوت كلها كنف، يعني لم يكن هناك، الله أكرمكم الله، مراحيض. فأين كانوا يقضون حوائجهم؟ وين قلنا يقضوا حوائجهم؟ في المناصع، في المناصع هناك كانوا يقضوا حوائجهم. متى اتخذت الكنف في البيوت؟ بعد 5. ما الدليل على ذلك؟ رواية ابن عمر رضي الله عنه لما صعد فوق سطح الدار ورأى التفاصيل التي وردت في الروايات. فإذا نحن أمام تطور بأمر يتعلق بترتيب بيوت الصحابة رضوان الله عليهم. كم مساحة هذه الحجرة؟ مساحتها كلها نعرفها ليس بالذراع وليس بالشبر، نعرفها بالأنملة. لاحظوا الدقة التي وردت لنا فيها تفاصيل معالم السير، بالأنملة. يعني معناتها كم الخلاف الآن هنا؟ معنى ذلك سنتيمترات، يعني لو كان عندهم ليزر كان قسلنا إياها بالمليمتر وأقل من ذلك. بالأنملة نعرف كم ذراع، كم شبر، كم أنملة. فوصفوا لنا طولها من كل الاتجاهات تقريبا 10 أذرع تقريبا، لأن لن أدخلكم في التفاصيل لأنه موجودة في الملف عندكم، تختلف بالطول بالعرض، لكن حوالي 10 أذرع. يعني 10 أذرع كم تقريبا؟ 5 أمتار وقليل. الغرفة مع الفناء، كم الفناء؟ الفناء لم يكن كبيرا. ما الدليل على ذلك؟ في عدة أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دفن عليه الصلاة والسلام، فلما توفي أبو بكر لم يجدوا مكانا جوارا فدفن خلف النبي صلى الله عليه وسلم. معناتها قطعا نحن هنا أمام مكان غير كبير. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي كانت عائشة تعترض أمامه فيريد السجود فيغمز رجلها ثم يسجد، ثم لما يقوم يحرك يمد لها رجلها لتنام. هي مو مفروض عليها قيام الليل، هو مفروض عليه قيام الليل عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك هنا نحن أمام مكان أقل من 2 متر تقريبا. طبعا من مصلحتنا أن نوسع الفناء لأن الغرفة بدأت تصبح ضيقة، الآن كلها 5 أمتار 5.5. فإذا قلنا هذا 2 متر معناتها الغرفة صارت 3 أمتار، فكيف ما أتيت هي ضيقة، كيف ما أتيت هي ضيقة، وطبيعة بنائها بسيطة، وسقفها قالوا لو مد أحدهم بسط يده للامس السقف. يعني كم معناتها الارتفاع؟ 2 متر 2.25 لا يعني 2.5 بعيدة شوي، أنا بتصوري يعني 2 متر 2.25 يعني لو بسط يده ممكن للامس السقف. طيب هل في دليل آخر نعرف الارتفاع؟ نعم، في عندنا إلى الآن دليل موجود في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضته عليكم مكان ارتفاع سقف المسجد، والدليل موجود إلى اليوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأوراق الجبسية. فنفس الشيء كان ارتفاع الحجرة نفس الارتفاع تقريبا، ارتفاع حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع ارتفاع السقف. فإذا عرفنا الطول وعرفنا العرض وعرفنا الارتفاع وعرفنا طبيعة المواد،
ماذا كان يوجد بها أثاث؟ الحجرة فيها كانت من أشياء، الحصير، فراش، وسادة، قصعة كبيرة لإطعام الطعام، لأنه سيد الخلق كان كريم عليه الصلاة والسلام، وتسمى الغراء، حتى الصحابة كانوا يستعيرونها ليستفيدون منها بالطعام، وكأس ومشط ومرآة ومكحلة وطيب. فإذا لأناقته صلى الله عليه وسلم نصف الأثاث، ما كان يغيب عنه المشط والمرآة والمكحلة والطيب، والباقي أثاث بسيط في بيته صلى الله عليه وسلم. في آخر حياته صار عنده كرسي، لأنه عليه الصلاة والسلام ثقل، فكان يصلي النوافل جالسا كما ورد في البخاري، ووضعنا وصف هذا الكرسي كاملا ولونه وتفاصيله بالروايات التي وثقته به، ونشرناها في الموقع كاملة دراسة عن تفاصيل أثاث حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نعم. الحصير بساطة صغير، نعم. الفراش أين؟ لا، مش النطع، النطع جلد، لكن الفراش اللي ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يعني من لي من حشوها من 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 ليف. نعم نعم. لا لا، مش من نخل. نعم. السلام، الله يجزيك خير، نبقى على اتصال. طيب، ماذا حصل من أحداثنا بهذه الحجرة؟ حصلت أحداث كثيرة جدا، منها أن الحجرات ورد ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلمنا الله سبحانه وتعالى الآداب كاملة من خلال الحجرات، سورة الحجرات سورة الآداب. والحجرات، النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا، ورد رواية أنه هنا كان يقف عليه الصلاة والسلام فيدخل رأسه فترجله أم المؤمنين عائشة، لأنه لا يجوز للمعتكف أن يدخل إلى بيته وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. هنا ورد رواية أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هنا وقفت تنظر إلى الأحباش، الحبشة لما جاءوا يزفنون. الزفن هو الرقص الخفيف، اللي الحجل، مثل الحجل. هنا كانوا يقفون، وقفت عائشة عفوا وجعلت ساترا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلته ساتر ووقفت بمنظر رائع، سيد الخلق واقف وهي واقفة خلفه تتفرج عليهم، وتقول في الرواية: فأطلت في وقوفي لتعلم نساؤه مكانتي عنده صلى الله عليه وسلم. هي ما تقف من أجل الوقفة، هي خلاص شافت وخلصت يعني، لكن هي تروي هكذا رضي الله عنها. وطبعا هنا الرواية تقول بعد ذلك أن سيد الخلق هنا توفي عليه الصلاة والسلام، هنا حضره النزع الأخير، وكان صلى الله عليه وسلم بين نحرها وسحرها كما ورد، وآخر شيء دخله من الدنيا من ريقها، وأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا حيث أحب أن يدفن. فهنا دفن عليه الصلاة والسلام وجهه إلى القبلة والرجلين إلى الشرق، ثم هنا دفن أبو بكر ثم عمر، وبقيت عائشة في حجرتها. فلا نفهم الرواية إلا برؤية المكان، كيف واحد بيقول ثلاث قبور وبقيت في حجرتها؟ نعم. ولما دفن عمر جعلت بينها وبين القبور ساترا، نعم، جعلت ساتر وبقي الباب تخرج، تدخل وتخرج منه إلى أمور البيت، تخرج من بيتها، لأن بيتها له ممر هنا إلى الشارع وممر إلى المسجد، فهي غير ملزمة تدخل المسجد دائما، تخرج من هنا إلى بيت فاطمة وعلي كما سنرى بعد قليل في حجرات، كل الحجرات تقريبا. هنا صورة للحجرات جميعا، حجرات أمهات المؤمنين
هذه هنا حجرات أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. هذا الفناء نعم هو مكان ضيق يعني فقط لا 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 ما في شيء، أرض فارغة. نعم هنا الحجرات، هذه كنا نتحدث عنها حجرة السيدة عائشة، هذه حجرة السيدة عائشة خلفها، وهذه أول حجرة بنيت، حجرة سودة رضي الله عنها. هنا حجرة حفصة، هنا المكان اللي يدخل فيه الرجال يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند حجرة حفصة. إذن هنا حجرة حفصة، حجرة عائشة، حجرة سودة، بيت فاطمة وعلي رضوان الله عليهما جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرة زينب بنت جحش، وهنا حجرات أمهات المؤمنين. فإذن هذه الخمسة وردت بروايات صحيحة معروفة بالضبط، لكن هذه فيها خلاف، خلاف في ترتيبها، خلاف في يعني يوجد بعض الخلاف في تحديدها. فهنا الحجرات الخمسة تبين لنا مكانها بشكل دقيق، حجرات أمهات المؤمنين. وهذه الحجرات بقيت حتى عهد الدولة الأموية الوليد بن عبد الملك، أدخلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوسع على المسلمين، صار المسلمين بحاجة إلى توسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك دخلت هذه الحجرات فيها. طبعا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتمون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يصلي النافلة، إذا صلى داخل المسجد صلوا به أهل الصفة خاصة، وإذا صلى في حجرته ورد في رواية أنهم كانوا يأتمون بظله صلى الله عليه وسلم، يرى ظله، وفي الليلة القمراء كان يرى عليه الصلاة والسلام، وجدار طين فيسمع صوته، فاللي يقف خلف الجدار يصلي مؤتما برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما، ولكن كان من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج لهم دائما، فيصلي في بيته عليه الصلاة والسلام، وإلا حتى لا يحرجهم فيأتموا به عليه الصلاة والسلام، كان يصلي هنا صلى الله عليه وسلم داخل حجرته. ولذلك نعرف في المسجد النبوي مكان محراب التهجد محدد، ويوجد ثلاثة محاريب أخرى، وأيضا عندما كان يصلي في غرفته صلى الله عليه وسلم. نسيت أن أنبه إلى أن السقف ترى مغلق، لكن هنا نحن تركناها مفتوحة حتى يعرف طبيعة البناء ونوع البناء وحصير، لأنه البعض يظن أنه ليش ترك هذا السقف يعني بهذا الشكل لو نزل مطر، لا هو مغلق بالكامل، لكن وضعناها بهذا الشكل ليعرف طبيعة البناء في مسجد في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشرنا في البداية أنه من تواضعه بنى بيته آخر المسجد، فنقل الله له القبلة إلى جوار بيته صلى الله عليه وسلم، وصار ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. هذا باختصار فيما يتعلق بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وحجرات أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. وحصلت أحداث كثيرة في الحجرات، يعني إن شاء الله هنا نحن ذكرنا بعضها، بعض هذه الأحداث عند الحديث عن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هنا الحجرة النبوية، في كتاب كامل عن الحجرة، وهو كتاب اسمه إتحاف الزائر، وأيضا هنا مقتنيات الحجرة والحجرة النبوية دراسة، وفيلم عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وملف تعليمي. فكل مادة علمية تجد في مادة هائلة جدا موجودة فيها تفيدك إن شاء الله بالتوسع في هذا الموضوع، الذي ربما لو بحثت في كتب السيرة لا تجد له أثر. يعني في كتب السيرة ما تذكر شيء عن الحجرة أو الحجرات على وجه التفصيل، بينما نحن حاولنا كثيرا وقلنا أننا انطلقنا من ذلك من بيان الأماكن، لأننا ننتقل من المكان إلى الحدث وليس من الحدث إلى المكان. نعم تفضل. الغرفة قبلة السيدة عائشة
بقيت فيها إلى عام في رواية 56، رواية 57، رواية 58، يعني عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف قرن تقريبا، عاشت 48، ففي خلاف 3 سنوات، 56 57 طبعا، ودفنت في البقيع، دفنت في البقيع رضي الله عنها ولم تدفن في حجرتها. تفضلوا سيدي. والله ترى هي مختلف فيها، مختلف فيها. لما عرضت صورة المسجد أنت البارحة في إحدى الحضارات المختلفة، هناك باب مخصص للنساء. أيوة. فمتى بني هذا؟ متى كتب النساء؟ ما شفت كل ما الصورة ما رأيت. نعم نعم، لا هو مو هذا، هو نحن في المسجد النبوي الأول قلنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النساء مو بس الباب، النساء هنا باب النساء، هن أول من طلب مجلس العلم في المسجد. من أول حتى، لا لا لا، مع بداية المسجد، ويعني حتى لما كان المسجد إلى بيت المقدس، ومجلس العلم أيضا نفس الشيء، النساء أول من طلب مجلس العلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب الرجال ذلك. لا هو في بداية البناء اتخذوا مسجد، وطبعا هنا التفصيل، الله يجزيك كل خير على السؤال هذا، فيما يتعلق بالمسجد النبوي، ما يتعلق بالمسجد النبوي يوجد لدينا مادة علمية تصل إلى تقريبا 500 صفحة، 600 صفحة تقريبا، دراسات، معلش أفتحها هنا، ما يتعلق بالمنبر المسجد، هنا صور، هنا موسوعة كاملة عن المسجد، موسوعة كاملة فيها معالم ومرافق، كل هذه دراسات. يعني ما معنى معالم ومرافق؟ أبواب، نوافذ، سجاد، المساحة، الشكل كامل. هنا تجد تفصيل كامل جدا لو بحثت عن الأبواب. هنا الأئمة في المسجد النبوي، الأغوات، المدرسون، المؤذنون، وأهم الأحداث. فيوجد نصوص تبين أنها بالفترة الأولى أنه عليه الصلاة والسلام خصص مكانا بالفترة الأولى خصص باب للنساء، ولما نقلت القبلة بقي نفس باب النساء، لأنه بالعكس صار أبعد، وما زال إلى الآن موقع نفس المكان. تفضل. طيب، هنا عندنا دراسة بأبعاد ثلاثية عن معالم المسجد النبوي بشكل كامل. هذه الصورة هي إلى الآن، إلى يومنا الحالي، هذا المسجد. هذه المنطقة هي منطقة الروضة، الروضة، وهنا الأسطوانات موجودة بأبعاد ثلاثية، وهنا وضعنا أيضا بأبعاد ثلاثية مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين. هنا الجدران التي بنيت في عهد السيدة عائشة حول الحجرة من الأرض إلى أعلى السقف. هنا الحائز المخمس اللي بناه عمر بن عبد العزيز لئلا يتصور أحد أنه يصلي إلى بيت كالكعبة. هنا مكان سقيفة الرصاص في القرن السابع لما صار محاولة سرقة جثمان النبي صلى الله عليه وسلم. هنا القبة الخضراء، وهذا الشبك النحاسي. هنا تدخل النساء فتصل إلى هذا الخط، شايف هذه الأسطوانة؟ إلى هم بصر النساء. فالصورة واضحة جدا بمعالمها بشكل دقيق، تبين هنا، شايف هذا الخط؟ هنا تصل النساء على اليسار، اليسار. هذا الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم، النساء هنا تسلم على الرسول. هنا هذه المنطقة على اليسار، جزء منها ببقى الجزء من الحاجز.
هذه المنطقة. أنت الآن هنا بالنساء تصل إلى هنا. فهنا في على اليسار الحجرة الشريفة، وفي جزء منها مبنى. هي هذه، المنطقة كلها مسكرة. نعم ما في شيء. هو هذا، شايف هذا الحاجز المخمس فقط يصلون إليه، يبقون بالمنطقة الفراغ التي بين الشبك النحاسي والحائز المخمس، لكن ما في أحد يدخل بالداخل، ولا يستطيع أحد أن يقول أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عام 56 هجرية، لأنه في عهد أم المؤمنين عائشة بنوا الجدران الخمس الأربعة، فجاء عمر بن عبد العزيز حتى لا يتصور أحد أنه يصلي إلى مبنى كالكعبة، فبنى جدارين مائلين فصار حائز مخمس. والآن كل اللي بيدخلوا، آخر واحد رئيس الشيشان، دخلوا إلى المنطقة الفضاء التي بين الشبك النحاسي والحائز المخمس. ولذلك ما يدعى كذبا عن أنه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بناء وعمامة وستائر خضراء، هذا قبر جلال الدين الرومي في مدينة قونية وليس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض لا يوجد عليه بناء ولا يوجد عليه ارتفاع. والحافظ ابن عساكر هنا في هذا الكتاب، هنا كتاب كامل، الحافظ ابن عساكر كتاب كامل اسمه إتحاف الزائر، وصف لنا ما بداخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أرض مستوية ليس عليها بناء أبدا، ما في بناء. نعم تفضل. هذا طبعا موضوع طويل جدا، لأنه هاي رواية تاريخية أمام حدث حصل في القرن السابع، وهذه الرواية أول من رواها المطري في كتابه التعريف بما أنست الهجرة، وهي تستطيع أن تعطيها 50%، نعم 50%. لا يوجد أدلة تاريخية تبين ذلك، ويوجد معالم، يوجد لدينا في المدينة شيء اسمه سقيفة الرصاص، أي المكان الذي أذيب فيه الرصاص ووضع هنا، وتتفق هذه الرواية مع فترة الحروب الصليبية، فيوجد أحداث تاريخية الحقيقة تبين هذا الأمر بشكل أنه ممكن أن يتحقق ذلك. لكن بالقرن السابع لا يوجد عندك مجال لدراسة روايات بشرط المحدثين كأسانيد، أنت أمام تتعامل مع رواية تاريخية. كل المؤرخين الذين أرخوا للمدينة ذكروها، يعني المطري بدأها، المراغي ذكرها، الحافظ ابن النجار ذكرها، الفيروز أبادي ذكرها، الحافظ السخاوي ذكرها، وما في أحد نقضها، يعني ما في أحد قال غير صحيحة. وهي أيضا تتفق مع وثائق عثرنا عليها في هذه الفترة لأوقاف أنشأها صلاح الدين الأيوبي في مصر لحماية حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي دفعه لذلك لولا الحاجة؟ أنا ذلك أن الرواية لها أصل، لكن هل التفاصيل كما ورد في الرواية أنه عرض على نور الدين زنكي وأراه وجهيهما وقال أنقذني من هذا، الله أعلم. لكن الموضوع نحن بالنسبة لنا أن الله حفظ رسوله، والله يعصمك من الناس، برصاص بغير رصاص، بنور الدين زنكي بغير نور الدين زنكي، والله يعصمك من الناس إلى قيام الساعة. فالرواية لا ينبني عليها شيء، تاريخيا واردة بالمصادر موجودة، من يثبتها معه حجة، من ينفيها معه حجة. يعني اللي ينفيها بقول لك ما في عندي دليل سند دقيق، طبعا لأنه هذه القرن السابع ليست حديث، هذه رواية تاريخية، أنت أمام حدث تاريخي موجود في الذين أرخوا في تلك الفترة، وهم كلهم علماء، كلهم ذكروها، فهو يطالب أن يبين الدليل للنفي. نحن بالنسبة لنا عندنا أدلة كثيرة جدا وردت في كتب التاريخ، عندنا أدلة كثيرة تحدد مكان سقيفة الرصاص اللي أذيب فيه الرصاص، عندنا وثائق من صلاح الدين الأيوبي للوقف الذي أنشأه،
فيوجد أدلة كثيرة تبين هذا الأمر، وهي تتفق مع قول الله تعالى ولا تناقض. إذا في أسئلة تفضلوا. تفضل. بسد الخوخ. الزوجات ما كانوا بحاجة، إلا علي رضي الله عنه كان بحاجة. الآن سأفتح اللوحة حتى تراها واضحة. هنا هذه اللوحة تبين لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم، كان بيت أبو بكر هنا، وبيت عمر هنا، وبيت عبد الرحمن بن عوف هنا، بيت خالد هنا تقريبا، بيت عثمان هنا. فكان الصحابة كلهم لهم أبواب شارعة إلى المسجد، أو خوخ حتى نكون دقيقين. ما فرق بين الباب والخوخة؟ إذا بتذكروا أيام زمان الأبواب كبيرة، وفي باب صغير بيفتحوه من أجل الاستخدام السريع المرن، لكن لما بيجيك ضيف ما بتفتح له الخوخة، بتفتح الباب الكبير. فكان الصحابة رضوان الله عليهم كلهم لهم أبواب شارعة أو خوخ إلى المسجد، من أجل سهولة الدخول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه الباب إلى المسجد بالنسبة له إجباري، ما عنده طريق آخر، لأنه علي رضي الله عنه بيته بهذا الشكل هنا، لم يكن له باب آخر رضي الله عنه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا بيت فاطمة وعلي، فكان عنده باب إجباري للمسجد، يعني ما عنده باب هنا إلى بيت، هنا بيت عائشة رضي الله عنها، فكان ما في وين ده يروح. طيب، فأمر بسد لأبوهم بيت هون بيت أبو بكر، وهنا بيت عمر، عمر عنده هنا بيت، وهنا بيت خلف حفصة عنده بيت، وهنا عنده بيت عند باب الرحمة بهذه المنطقة، عنده دار تسمى دار القضاء لأنه أخذها قضاء عن دين. هنا بيت عبد الرحمن بن عوف دور خالد بن الوليد، وهنا بقية. فسأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب كلها، لأنه عندهم أبواب أخرى إلا خوخة أبي بكر، لعلمه صلى الله عليه وسلم أو للإشارة إلى أنه سيكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد ذلك في عدة إشارات، منها ما ورد في غدير خم لما عليه الصلاة والسلام أخذ بيد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، فبين أنه العلاقة مع علي هي علاقة الولاية، ولو أراد أن يسميه خليفة لسماه. وأيضا لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فهي إشارة. وأمر بسد الأبواب كلها إلا باب أبي بكر. طبعا ورد في رواية أخرى باب عمر. إذا كنت مهتم في هذا الموضوع، في كتاب للسيوطي موجود على الإنترنت اسمه شد الأثواب في سد الأبواب، كتاب للسيوطي كامل في هذه المسألة، كتاب كامل وكتاب محقق، ويعني تجده في الإنترنت موجود بمطبوعة الطبعات، شد الأثواب في سد الأبواب. نعم، تفضلي أختي. طبعا القبة الخضراء مكانها معروف، وهي بنيت في القرن الثامن، يعني هذه هنا مكانها، بنيت هنا في القرن فوق الحجرة. طبعا هي بنيت بسبب حماية الحجرة. لا لا، هي مغلقة هنا، هذا المبنى هنا الصغير، هذا الجدران الأربعة تغطي الحجرة بالكامل فوق من كل الجدران. هي محاولة السرقة صارت هنا في بعيدة، اللي ذكرناها أنه صب الرصاص. ونعم، نعم، هذه الرواية التي تقول أنه لا مشرق جديد، هي بالقرن السابع، القرن السابع، هذه اللي ذكر ذكر أيضا المطري، وذكروا اسم الشخص، وكلها روايات تاريخية. طلعت حمامة داخلة وبعد أغلقوا، كان في فتحة صغيرة وأغلقوا الكوة، هذه طبعا موجودة لكن كلها روايات تاريخية. نعم، يا
يعني أمل أن لا نجنح للفترة التاريخية وخلونا في السيرة النبوية. الله يجزيكم الخير. باقي ربع ساعة، فيا ريت لو في أسئلة تتعلق بالموضوع تفضلوا. لا الأحزاب. لعله عليه الصلاة والسلام كان عند اشتداد يعني الاحتكاكات وعند فكان هذا طبعا هذا ورد في السنن في مسند الإمام أحمد إذا بتبحث عن الرواية، وطبعا ما ذكرت الرواية بالتفصيل والدعاء الذي دعا، وما ذكرت قول العلماء فما دعا أحد في هذا المكان وفي هذا الوقت إلا استجاب الله له، وهذا بيسموه مسلسل، يعني كل الذين رووه سلسلوا ذلك حتى الراوي يقول وجربت ذلك وجربت ذلك وجربت ذلك، مسلسل بالمكان والزمان. يعني هذا بضربوه مثال في المسلسلات باجتماع المكان والزمان، في مسلسلات بالهيئة، في مسلسل بالوصف، في هذا مسلسل بالزمان والمكان، في مسلسل بالقول إني أحبك، في ففي مسلسلات هذا مسلسل بالمكان أي في هذا المكان وفي هذا الزمان إلا استجاب الله له، والرواية في مسند الإمام أحمد وأصلها في البخاري. نعم واضح واضح. في الجولة الأولى طبعا المشركين هربوا حتى دخلوا خيامهم، والمكان بعيد، يعني معسكر المشركين بعيد عن الجولة، مكان الجولة الأولى حوالي كيلو، فلو لحقوا بهم لتشتت جمعهم، فهن لما رأوهم دخلوا تركوهم، يعني ابتعدوا عن الساحة، صار مكان بعيد، وبعد ذلك انكفأوا لجمع الغنائم وحصل اللي حصل بعد ذلك. لا لا متعاقبات متعاقبات وسريعة سريعة. الله يحفظك. نعم أقرب مكان إلى القبر الشريف، أقرب مكان هو الأسطوانة، أسطوانة السرير، وذكرت ذلك أنا في لما تحدثنا عن الأسطوانات، هنا الأسطوانات الستة، قلنا هذه الأسطوانة أقرب مكان إلى قبره صلى الله عليه وسلم. إلى النساء تصل إلى هنا. نعم نعم. نعم نعم السرير هنا، السرير السرير نعم مذكورة هنا رقم 4 أسطوانة السرير، ومكتوب عليها إلى اليوم اسمها أسطوانة السرير. نعم تفضلوا سيدي. والله هي انتهى الوقت، ولكن المادة العلمية ما بتنتهي، مادة علمية نحن قلنا 45 موضوع تقريبا، يعني احنا ما تحدثنا الا عن عدد اقل من النصف، يعني طبعا في تفاصيل كثيره اختصرتها من اجل نعم مثل هي لما نتحدث عن امهات المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لها تفصيل طويل، عمر السيده عائشه، وهل لماذا توفي عن 9 نساء ونحن أربع نساء، يجوز 4 نساء، وهل حرم عليه الزواج صلى الله عليه وسلم، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، في قضايا كثيرة تتعلق يعني الحقيقة الشبهات هنا أخي في مادة مجلد كامل فيه الشبهات كثيرة، يعني هنا تحت الإعداد، بسم الله، هي تحت الإعداد تجد شبهات، تجد ملف كامل فيه دراسات كثيرة جدا عن شبهات في السيرة، في شبهات كثيرة جدا، يعني ليست هذه فقط في خاصة ما يتعلق بأمهات المؤمنين، يعني حق الوقت ما بكفي لبسطها لأنه بتحتاج وقت. نعم تفضلي. نعم
يعني السؤال الثاني أبدأ به بالنسبة للخندق. الخندق حفرة ولا يمكن لأحد أن يترك حفرة في الشارع، فلذلك يعني ورد أنهم بعيد الخندق بقليل ردم لأنه حتى لا يتعثر به أحد. نعم نعم. وأما السؤال الأول فتتعلق بالروضة وفضل الروضة. طبعا الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومجرد دخول الروضة هي بشارة عظيمة. يعني قال أهل العلم ما معنى روضة من رياض الجنة؟ قالوا على الحقيقة، أي أن الله سبحانه وتعالى يحضر هذا المكان ليكون قطعة من الجنة. واستدلوا بدليل آخر ورد في الصحيح: قوائم منبري على الحوض. فيوم القيامة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على حوضه، فقالوا المنبر موجود والروضة موجودة، فمن بشر أنه دخل قطعة من الجنة في الدنيا فهي إن شاء الله بشارة له أنه دخل إن شاء الله جنة الرضوان، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، وهي بشارة عظيمة جدا. ولكن يعني للأسف معظم الذين يأتون إلى الروضة لا يلتزمون بآدابها، فربما جاء بذنوب قليلة فيعود عليه أحمال عظيمة إذا ما التزم، لأن الله سبحانه وتعالى وصف من رفع الصوت عندها أنه يحبط عمله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولذلك اعتبروا أن الإساءة في هذا المكان والعياذ بالله كبيرة من الكبائر، لأن فيها جرأة على الله ورسوله. ولذلك الروضة الشريفة قالت من أحكام فقهية غير الدنيا كلها، غير الدنيا كلها. وذكرنا الأحكام الفقهية، ذكرناهم البارحة، قلنا أنه لا يجوز إطالة المكث فيها، بينما المساجد الأخرى يجب إطالة المكث فيها. الروضة لا. ليه؟ لأنه أنت تحجر على المسلمين. يعني لو واحد شاطر يعني لا يجوز، يعني لو واحد شاطر ودخل الروضة وقال أنا اليوم والله دخلت سأصلي هون الصلوات الخمسة وأجلس، طيب لو في عنا 30 واحد منهم تعطلت الروضة، طيب والملايين المسلمين وين تروح؟ ما عليه، هذا معتاد، هذا ما في حرج، يصلي ركعتين يدعو الله سبحانه وتعالى ما في حرج ويخرج. فإذا لا يجوز إطالة المكث، لا يجوز حجز مكان فيها على الاتفاق، بينما حجز مكان يعني هنا في المسجد هذا مثلا لو واحد أحب يوم الجمعة يصلي في الصف الأول فيرسل ابنه يقول يا ابني مد سجادة واحجز لي المكان، هذا على الخلاف، بعضهم قال يجوز بعضهم قال لا يجوز، لكن بعضهم ما ذكرنا ممكن. على كل في هنا بحث، هنا في بحث حتى كمان الآن يلا بس شوفي هذا البحث. الروضة في كتاب الروضة الشريفة كتاب كامل عن الروضة، وأيضا هذا الموضوع لا تجده في كتب السيرة. الروضة يعني لو تفتش في السيرة النبوية وين تجد كتاب ما يتعلق بالروضة؟ ما نجد. مثل الحجرات لا تجد، مثل أهل الصفة لا تجد، هذه كلها لا تجدها في كتب السيرة. فإذا الحكم الأول لا يجوز إطالة المكث فيها، لا يجوز حجز مكان فيها على الاتفاق، لا يجوز مد الرجل فيها إلى جهة القبلة. طبعا بكل مكان لا يجوز مد الرجل فيها إلى جهة القبلة احترام للقبلة، ولكن لما الإنسان تخدر رجله إلى أين يلتفت؟ إلى اليسار. لكن في الروضة لا يجوز تلتفت إلى اليسار تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المكان الوحيد في الدنيا بتلتفت لليمين. إلى الكعبة لا يجوز، يعني أهل العلم قالوا كرهوا. الآن لو نحن جالسين هنا في المسجد
وإنسان خدرت رجله، قالوا أدبا لا يمدها إلى جهة القبلة، ينحرف قليلا، احترام للقبلة. أيوة، لكن زمايل ما في حرج. طيب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لو بده يلتفت إلى اليسار سيمدها إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قلة أدب، فيمدها إلى جهة اليمين. ولذلك لما كانوا قبل بناء المسجد ويريدون وضع الجنائز كانوا يعكسونها، المكان الوحيد في الدنيا اللي كانوا يعكسون القبلة، يعكسون الميت، الرأس بالعكس ما يمدون باتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن وجد مبنى أمام المسجد النبوي يضعون فيه الأموات أمام المسجد، بنوا مبنى، هذه في عهد الملك فهد، وإلا كانوا لما يدخلوا المسجد الجنائز المسجد كانوا يتحرجون كيف يمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا في مبنى مستقل. من جاءه سعال أو بصاق أو عطاس وين يلتفت عادة؟ إلى شماله، إلا هنا يلتفت على اليمين. لا الحلف عند المنبر، عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من آكد الأيمان، من حلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحلف عند المنبر من آكد الحلف. فتمني أحكام موجودة هنا في الكتاب. لا صار كيف؟ لا صار طيب. طيب مع شونا نفتح هنا معالم موفقة. نعم هذا هنا الكتاب الأحكام الفقهية لحظات. أنا عم بمرر الآن الكتاب بس مشان تشوفوا الأحكام، طالع الأحكام. نعم هنا الأحكام، أمل الانتباه عليها. والله وين مرت الأحكام؟ ممكن بس ربما مررنا عليها ولم ننتبه، هي معالم موفقة. مشكلة ما في عربي. بس ما في عربي الكيبورد. هلا صار عربي دكتور، بس الان هم ما في كيف بدي اكتب هنا. اكتب ايفون لك. طيب ثواني.
في بصاق. ايوه ما في ما. طيب الثاني ما في، معناته هون لحظات نشوف كتاب الثالث روضة. لا أي لا ما فيها كتاب روضة شيء، بس هنا هي المادة هنا في هذا المجلد. طيب الرجل كيف رجله؟ في خمسة لحظات وين؟ طيب في الأسود نقلياتهم هاي ثلاثة. نعم موجودة إن شاء الله، لكن والله ما وقف وين صايرة في المادة ما. نعم عشان ما نضيع الوقت. نعم هي الثمانية أنا ذكرت ستة صار. لا ذكرنا لا يجوز إطالة المكس، لا يجوز حجز مكان، لا يجوز مد الرجل، لا يجوز السعال أو التثاؤب أو العطاس، الحلف عند المنبر. لا ذكرنا المكس، ذكرنا المكس. نعم باقي ثلاثة الله أعلم. نعم رفع الصوت لا يجوز. نعم رفع الصوت فيها. نعم الأدب والسكون. نعم نعم إيه يعني ما في حرج، هي موجودة المادة. نعم موجودة المادة. نعم الله يجزيكم الخير. والله في عدة قنوات فعلوا ذلك مثل قناة أهل القرآن، قناة العربية، قناة ام بي سي معنا، لكن ما صار. نعم نعم موجود. نعم قناة أهل القرآن سويت عدة حلقات وسويت 10 حلقات تقريبا ونشرت، لكن كمشروع كامل بطريقة عرض اللوحات وتوثيق المكاني الخروج إلى نفس ما في أحد، يعني لأنه صعب هذا الشيء، صعب كثير. نعم ما في حرج تفضل. الله يحفظكم تفضل. إن شاء الله إن شاء الله. أنا يعني الإخوة قلنا لهم إن شاء الله كل ما في عندنا رحلة لأوروبا بنعطيكم خبر بإذن الله. بإذن الله الله يحفظكم. تفضلوا يا سيدي. نعم الحقيقة حضرتك سألتني هالسؤال وأنا نسيت أجاوب المرة الماضية. طبعا نعم ليس هناك أي رواية
تصل إلى مستوى حضاري. الإعلام الآن هو الإعلام والقوة يعني النفوذ العلمي ومشاركة بعض العلماء في الغرب الذين في الإسلام، هل يستطيعون أن يجعلوا من هذه الوثيقة وثيقة عالمية تدخل في عالم الدراسات الأكاديمية والاستراتيجية؟ نعم واضح. أول سؤال أنه هل اعتمدت في أقسام الجامعات وهل قبلت؟ نحن تقريبا لا يوجد باحث له شأن في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شاركنا في موضوع جزئي أو كلي. الله يجزيك كل خير. معش أنا ما بأخذ تمر. الله يجزيك خير. إلا شارك. لما عرضنا الصور رأيتم صور يعني كبار الباحثين في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم شاركوا وحكموا، شاركوا بمؤتمرات، شاركوا في ندوات. وهنا يعني تجد في الأبحاث اللي قدمت تجد أسماء كبيرة جدا، يعني هنا لما تدخل مثلا بغزوة الأحزاب تجد كل هؤلاء باحثين في بدر، في أحد، في البيئة، في كلها تجد باحثين كبار شاركوا. لكن هل أدخلت إلى الجامعات أو لم تعتمد في الجامعات؟ الحقيقة هذا موضوع للأسف ما اعتمد في أو ما الجامعات لم تصل إلى مستوى قبول الدراسات المتعمقة، وللأسف إلى الآن الجامعات تدرس أشياء سطحية جدا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد جامعة تدرس السيرة النبوية بأكثر من مادة صغيرة. يعني ما في عندنا إلى الآن أكاديمية للسيرة النبوية أو كلية للسيرة النبوية. مع العلم السيرة النبوية تستحق يعني أن تكون كلية كاملة، كما يوجد عندنا كلية الحديث. السيرة أوسع، والسيرة لها دراسات تطبيقية، وخاصة في هذا العصر السيرة النبوية تحتاج إلى عناية بأبحاث معاصرة، إلى النزول إلى الواقع بالاستبانات، إلى الرد على الشبهات، إلى التعامل مع السيرة ضمن مناطق جغرافية على حدة. يعني مثلا لما نأتي لدراسة السيرة النبوية في الدنمارك غير السيرة النبوية اللي ندرسها في البلاد العربية، لأن هناك يعانون من قضايا معينة في، وخاصة مثلا هنا في الغرب بقضايا. فأنت بحاجة دائما إلى مواكبة. والخطورة في موضوع السيرة أننا لا ندرس أمرا نافلة وإنما هي عقيدة، لأن السيرة النبوية هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكيف نحن لا نقبل أن يأتي إنسان فيقول والله أنا أؤمن بأسماء الله وصفاته لكن عندي اسم من الأسماء لا أقبل؟ فورا نحكم عليه من أهل الزيغ والضلال، لا يقبل. لكن بالسيرة لا نعتني بذلك، مع العلم أن الإشكالات في السيرة كثير من الناس يقول والله أنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أفهم السيرة لكن الموضوع الفلاني لا أفهمه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل سيرته صلى الله عليه وسلم لكن الموضوع الفلاني عندي إشكال فيه. طيب هذا معناته عنده إشكال في العقيدة، ليست قضية السيرة هنا قضية عارضة تعتبر من الأمور التي يجب للإنسان أن لا يعتني. كما أنك تعتني بما يتعلق بأسماء الله وصفاته كذلك بما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا صار هناك شك في الرسالة وشك في الرسول صلى الله عليه وسلم. وللأسف يعني السيرة النبوية إلى الآن في الجامعات، في بعض الجامعات تدرس السنوات الأربعة كتيب صغير ما رح نذكر اسمه، يعني مليء بالإشكالات ومليء بيعتمدوه. مع العلم السيرة النبوية بحر كبير، وتستحق أن تفرد لها دراسات كثيرة جدا لأنها التطبيق العملي للإسلام. يعني لو أنك أتيت إلى كتاب الله، كتاب الله أصح كتاب عرفته البشرية، وأفضل تطبيق لكتاب الله هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أي إشكال يعرض علينا في نص من النصوص فورا الحل الوحيد والحل السريع والحل الأنجع، أي إشكال في أي موضوع
ابحث عن تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أن الموضوع واضح جدا في تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسيرة الحقيقة يعني المادة العلمية لها هائلة، فروعها كبيرة جدا، تطبيقاتها كثيرة جدا، إسقاطاتها المعاصرة كثيرة جدا، والدراسات التي ألفت فيها مكررة. للأسف معظم كتب السيرة هي تكرار من سيرة ابن هشام وإضافات بسيطة جدا، يعني يكاد يكون مشروعنا. طبعا هذه الكلمة ليست لي أنا، الدكتور طارق سويدان والشيخ النابلسي وهؤلاء قالوا لم نجد مشروعا في العالم يقدم السيرة كما رأينا في هذا المشروع في تقديم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عمل جماعي شارك به يعني المئات من الباحثين بدراسات علمية محكمة ودقيقة، ووضع له 6 أركان، يعني له 6 أعمدة. هذه الأعمدة كل واحد منها بحد ذاته هو ركن، يعني القرآن الكريم ركن، ما ورد في كتب السير ركن، ما ورد في كتب الحديث ركن، المعالم والتوثيق المكاني ركن، الدلائل والخصائص والشمائل ركن، كتب الصحابة. فمن أين ما أتيت أنت تجمع المادة من أطراف متعددة حتى تصل إلى أفضل رؤية في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجو من الله إن شاء الله يعني نأتي إلى يوم إن شاء الله يكون يعني أكاديمية. مصائب طبعا الإشكال الكبير في كتب السيرة في 3 إشكالات. الإشكال الأول أنها دائما هناك جوانب مخفية في السيرة، يعني أنا ضربت مثال مثلا لما نتحدث عن الروضة ما تجدها، لما تتحدث تبحث عن المنبر ما تجده مثلا، لما تتحدث عن الحجرة لا تجدها، تتحدث عن أهل الصفة لا تجد، فضلا عن الجوانب الحضارية. يعني أنت الآن أمام رسول عليه الصلاة والسلام عالج مشكلات وعاش في المدينة 10 سنوات وحولها من بلد مفكك، من بلد جاهل، من بلد فيه نسبة تلوث عالية، إلى فترة خلال 10 سنوات قفز بها قفزات كبيرة. فكيف حصل ذلك؟ فهذه بنى نعم هذه طبعا ما استطعنا نتكلم عليها، بنى الأمور كثيرة. فكيف ماذا فعل؟ لابد من بيانها بأحداث السيرة. فإذا هنا نحن أمام إشكال الجوانب الحضارية، أمام إشكال آخر يتعلق بقضية التركيز على جوانب المكان، الأحداث المكانية، هذه أيضا تغفل كثيرا في يعني لا تكاد تذكر في كتب السيرة بشكل كامل. إضافة إلى يعني القضية الثالثة التي نحن نبحث عنها هي الصورة الكاملة، يعني أنت لما تأتي الآن إلى أي حدث من أحداث السيرة لا تملك الصورة الكاملة. سأضرب مثال، لما أنت تتحدث مثلا عن حجة الوداع، حجة الوداع بدأت يوم 25 ذي القعدة وانتهت يوم 22 ذي الحجة، بتفتح في كتب السيرة فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أراد حجة الوداع، فجأة قفزنا إلى خطبة حجة الوداع. طيب وين الطريق؟ يعني مشى ساكت عليه الصلاة والسلام؟ ماذا حصل؟ نحن درسنا حجة الوداع يوم بيوم يوم بيوم، ماذا حصل؟ وبعضها حصل أحداث كثيرة جدا. والله هنا حجة الوداع لها يعني شوفي هذه المادة كلها عن حجة الوداع. يعني لو هيك
يعني كما تريد، بس 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 هذه بتاخذ لها ساعة تقريبا ترى، يعني والله ما أدري. طيب شوفي، أنا من باب التيسير، هنا في فيلمين فيديو فيها شرح كامل يعني عن حجة الوداع، بإمكانكم تسمعوها إن شاء الله. فلا، أنا الشاهد الآن نحن ضربناها مثال، خرج عليه الصلاة والسلام يوم 25 ذي القعدة، متى عاد؟ 22 ذي الحجة، شهر إلا 3 أيام. ماذا حصل؟ تفتح كتب السيرة صفحتين معظمها عن خطبة حجة الوداع، طيب وبقية الأحداث؟ فنحن نحرص في المشروع على بيان السيرة الكاملة، نحرص الصورة الكاملة. نعم، الله يجزيكم. صيام عشر ذي الحجة، العاشر من محرم، العاشوراء، أيوة، وليس العشر أيام طبعا، هذه نعم نعم، التاسعاء والعاشوراء طبعا. هذه قضية، العرب كانت، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان صيامهم، أي نعم، العاشوراء. ولما جاء إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، طبعا هنا نحن أمام روايتين، في رواية بأول عمره، في رواية بالسنة التاسعة. رواية السنة التاسعة قال: لئن عشت إلى قادم لأصومن يوما قبله ويوما بعده. نعم نعم، فهذه لها، نعم لها تفصيل إن شاء الله. الله يجزيكم خير، تفضلوا تفضلوا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعز علينا أن نقول يعني هذه لحظات الختام، وهذا هذا الكلام أجده في عيون وقلوب الجميع. يعني البارح أحد الإخوة، وكثير من الكلمات، البارح أحد الإخوة يقول، عندما يقول الشيخ اليوم انتهينا، يعني غصة في قلبي، كيف يقول انتهينا؟ نحن لسه ما بدأنا. فهذه إن شاء الله هي بداية خير، إن شاء الله هي حجرة أساس. أحد الأخوات طلبت منا أن نأخذ العهد أمام الجميع من الدكتور، إن شاء الله كل ما تتيح له الفرصة، يعني نسعد إن شاء الله لك محبين وإخوة وأهل في هذا البلد، الآن أصبح لك أهل إن شاء الله، تزورهم إن شاء الله كلما حللت يعني إلى هذه البلاد. قبل أن نختم، نوجه الشكر لله عز وجل، أنه الله عز وجل هيئ لنا هذا اللقاء الطيب المبارك مع الدكتور عمار، مؤسس قسم المخطوطات والوثائق في مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، في دار أراد الله عز وجل أن تكون لها يعني من اسمها نصيب، في دار الأرقم. وإن شاء الله يكون لنا يعني جلسة مع الدكتور عمار خاصة في دار الأرقم، وما فيها من أحداث إن شاء الله، مع مدير هذا الدار والذي يعني يشرف بخدمة هذه الدار، الشيخ سميح، له أيضا مسك الختام، يعني جزاه الله خير من المطار إلى هنا. بارك الله بشيخنا، تفضلوا وأكرمكم الله. عزك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى، وبعد، حقا يعني القلب بقمة السعادة أن يرى ارتقاء جديد لدار الأرقم بوجود الدكتور مصطفى عمار. يعني هذا يعني نجاح جديد وارتقاء جديد لدار الأرقم بوجود هذه الوجوه الطيبة، أخوات فاضلات وإخوة أفاضل. فأتقدم بالشكر الجزيل والحمد لله سبحانه وتعالى، أولا للشكر للدكتور مصطفى عمار، مصطفى عمار ملا ملا. فمرحبا بك دائما وأبدا بيننا، أخ كبير وحبيب لنا جميعا، ومرحبا بكم جميعا، كل واحد باسمه بدون أن نخص. مرحبا بالأخوات جميعا، الصبايا الموجودات، هذا يسعدنا وجود روح جديدة في المسجد. بارك الله فيكم وفي كل من شارك وحضر، وفي الإخوة المشاهدين، ويسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب السيرة العطرة.
وجزاكم الله خير. بارك الله بشيخنا الكريم. شكر آخر يعني للنساء مرة أخرى، لأنه كنا أكثر انضباطا في الوقت وفي الحضور وفي المشاركة، فجزاكنا الله خيرا. شكر لأخونا محمد السلقيني، جزاه الله خير، الجندي المجهول يصور الناس إلا هو، فجزاك الله خير. والأهم من يعني ذلك هو توثيق هذه الدورة إن شاء الله، كلها إن شاء الله موثقة، يعني إن شاء الله نجني ثمارها إلى قيام الساعة بصحيفة أخونا محمد وكل من له جهد في ذلك. الشكر للإخوة، بارك الله فيكم وفي جهودكم، وحق السيرة علينا أكثر من ذلك، ولكن هي خطوة إلى الأمام إن شاء الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن سيكون توزيع شهادات المشاركة. الإخوة اللي شاركوا، طيب حاضر نشيل الطاولة بعدين. الإخوة اللي شاركوا، الأخوات اللي شاركن لهن شهادات المشاركة إن شاء الله يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عمار. والله بارك الله فيكم. اللي يحب ياخذ صورة مع جنابك وهو يمشي، طيب الأخوات